بنية كبرتها بيجي عمر أدزها للكلية ترجع لي هيجي قبلون أنتو؟ كلمات أم منهارة على بنتها التي لا تتوقف عن الصراخ مما حدث لها. منار طالبة في جامعة بغداد تعرضت لحادث دهس من مركبتين داخل الجامعة، حادث أدخلها العناية المركزة، والقصة الكاملة على لسان والديها. أنا بنتي طالبة بجامعة بغداد تعرضت لحادث دهس يوم الثلاثاء، انضربت بسيارة تدريسية وشمرتها بالشارع وأجل آخر كمل عليها. استطاعوا الشرطة القبض على الحادث الأول، أما الثاني فهو هارب لحد الآن. يعني عظامها مكسر، حوضها مكسر، بنية شابة هيك يصير بها؟ وين دازتها؟ دازتها للكلية يا رب العالمين. جلدها ظهرها كله مسلوخ مسلوخ، يعني بحيث نزف بيدي خيطولها إياه. ألم، لوعة وقلق، حالة عصيبة تمر بها عائلة منار التي تطالب وزارة الصحة بإرسال ابنتها خارج العراق من أجل علاجها بعدما تعرضت له من أضرار جسيمة. أنا أشهد أن وزير الصحة العطف الأبوي علينا، لأنه بنتي تروح من إيدي، يعني كلش إذا صارت زينة راح تصير سقط. فأنا أشهد أنه بلكن يعني أنه ننقلها برا لما حالتها الصحية شوية تصير أحسن، ممكن أنه ننقلها برا. وبعد الحادثة فتح تحقيق في الموضوع مع إقدام عائلة الفتاة على رفع دعوى قضائية لمحاسبة من تسبب بما حدث لبنتهم، وبانتظار نتائج التحقيق التي يأملون ألا تطول كثيرا. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.